بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أتم الله به الرسالة وختم النبوة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والطاعات، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأخوات الفاضلات، أمهات وأخوات وبنات، حياكن الله جميعا وأحياكن. فمن غير إطالة، إن شاء الله تعالى، كما كنا قد أعلنا يا إخوان، نستضيف شيخنا العزيز الشيخ محمد حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الأسرة بين زمن النبوة وواقعنا الحاضر. الأسرة بين زمن النبوة وواقعنا الحاضر. ومن غير إطالة، إن شاء الله تعالى، نحيل الكلمة للشيخ، ليتفضل. مشكور. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، بداية نعتذر من نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقدم اعتذاري نيابة عنكم. لماذا؟ لأننا لم نعرف نبينا حق المعرفة، لأننا لم نقدره حق قدره، ولأننا لم نقتدي به. هذا هو سبب اعتذارنا. وإلا يا إخوان، ما معنى السيرة النبوية؟ لو أن أحد من غير المسلمين، واحد من غير المسلمين سألك، زيد عليك، ماشي مشكلة. لو أن أحد من غير المسلمين سألك، قال: هل أنت مسلم؟ تقول: نعم أنا مسلم. فيقول: ومن هو نبيك؟ تقول له: محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لك: صف لي نبيك، احكي لي عن النبي تاعك هذا، احكي لي، حببه لي. واش تقدر تحكي له؟ لو كان دوك نحبسوا المحاضرة، حبسوا المحاضرة ونمدوا ورقة وستيلو، ولا نبداو نطلعوها، يحكي انت دوك لازم تحكي لنا، واش راح تحكي لنا؟ نحكوا له على الرسالة، نقدروا نحكوا له على الرسالة، شغل في الغالب تاعنا نقدروا نحكوا على الفيلم تاع الرسالة، قال هاولي كان شافي هكذا بهلال حجرة بيان رازي، شغل حالة ماهيش مفروزة، ما على بالناش واش رانا نديروا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. قد يقول واحد: ما هي الحجج في ذلك؟ كنا نحبوا دوك نتفلسفوا هكذا ونبداو ندخلوا في الحجج. الشباب، نبداو بالشباب، ما هي حجتكم في ذلك؟ بعض الشباب يعرف ادق التفاصيل عن اللاعبين، والكثير منهم، الكثير من الشباب، كاين واحد بعض التحديات هكذا، يقول لك مثلا زعما سولي صباط، يوروا له صباط، يقول لهم: هذا تاع فلان، يقول له: هذا تاع فلان. واحد الشاب مره، احد يعني هذا من المسلمين، احد اللاعبين هذا المعروفين، قال له: اسالني اي امر في حياتك، اي امر تسقسيني عليه نجاوبك عليه. زعما تقول لي: هذه الضربه، نقول لك: ضربك جارك كنت صغير، وشكون قراني في الابتدائي، قراتك مدام كذا وكذا، كل شيء يجاوبه. هذا المعرفه يا اخوان، عبك باش تقتدي بواحد، واش لازم تعرفه. بالمعرفه تجيب لك الحب، ديرك ما كاش الاقتداء، لانه ما كاش معرفه،
لا نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم في حياتنا. ما معنى السيرة النبوية؟ السيرة ما معنى السيرة؟ جاء واحد يخطب بنتك، واش تسقسي؟ اسمه، واش يخدم، وين يسكن؟ هذه البلدية تعطيها لك، فاكتور تاع الحومة يقول لك هذه الحكايات، هادو هما اللي تمد بهم بنتك. هذا هو الخطر. بعد يجي يقول لك عندنا مشاكل، كيفاش تمد بنتك نتايا؟ الانسان في الاصل يبدا يبحث على السيره. هذا الانسان كاش عامل؟ انت الان راك في المسجد ما شاء الله، نعمه، مبتسم وشيخ والله يبارك. سيرتك في البيت، من انت داخل البيت؟ شكون انت داخل الدار؟ اعطيني التليفون، اعطيني، ماشي تاع الصح، اعطيني التليفون. السلام عليكم الاخت، انت مرت فلان؟ اه، او احكي لنا يا ودي، خلي البير بطاع كوبي كوبي لك. مشاكل حنا رانا نعيشوهم، يعني نعيشو مشكل تاع انسان تكون تعرفو، تدخل الدار وتتفاجأ بذلك. فالسيرة النبوية هي ذلك التطبيق العملي للوحي، التطبيق العملي للوحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، يقول عدة أحاديث، يقول يتكلمون، ينصحون عن الجار، ينصحون في التجارة أن نكون أمناء، ينصحون. جينا دخلنا الحياة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، دخلنا لدارو، لقيناه بلي أنجح زوج، أنجح أب، جيرانه أنجح جار، مع من جار؟ شكون جارو؟ يهودي. تسمى غير الطوب، غير المشاكل الكبار، ماشي عمي سليمان مع عمي الصادق يصلوا كيف كيف وما يتهضروش. علاش؟ قالت واحد المرة جا الحليب ما قالوش بلي الحليب جا، زعف من تما واش يهضر معاه، وما يصلوا في الصف الأول. كاش يهودي يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليه حتى أدخل ابنه إلى الإسلام. التجارة في جميع مجالاتك، تكون أنت من أكثر الناس حفاظا على الصف الأول، ما تحافظش على الأمانة. أكبر رهان الصف الأول، واقع واقع نعيشه. نجحت في علاقتك مع الله، وفشلت في علاقتك مع 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 العباد. وهذا هو حديث المفلس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، كي ندخلوا لحياته نلقاوه أنه قدوة في جميع المجالات، جميع المجالات تاع الحياة. ولذلك من خصائص السيرة النبوية، قبل ما ندخل في الموضوع، خصائص السيرة النبوية من خصائصها الوضوح، أنها واضحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، شو الضيق لك؟ علاش الضيق لك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا حياته. علاش فتح لنا حياته؟ لماذا؟ فتح لنا حياته باش نقتديو به، ماشي حياته كاع يديك مفتوحة لينا وحنا ما نعرفو والو. أدق التفاصيل، كم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم من شعرة في 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 لحيته؟ شحال كانت عنده؟ 14 شعرة بيضاء، كانت عنده 14 شعرة بيضاء في اللحية ديالو. هذا من أدق التفاصيل في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى حتى بحياته الحميمية. احكي لنا كيف كان زوجته، كيف كان يغتسل هو وزوجته، يغتسل هو والزوجة ديالو، كيف كان يغتسل من الجنابة، كيف كان يتعامل مع زوجته داخل البيت. وحنا زعما غيورين ضار، تليفون زعما يدير شفا غير على النيميرو، ولكن يسرقوه لي عيطولها، وين يسرقوها لك؟ علاش غيور؟ تعرف أدق التفاصيل، تصلي معه 21 سنة والله ما تعرف واش يخدم، ما تعرفش واش يخدم حقيقة. تسمى ما منا من أحد إلا عنده جانب غامض في حياته، عنده أمور داخلية في حياته لا يريد أن يعرفها أحد منا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا في حياته، فتح حياته لنا في جميع المجالات. الأمر الثاني من خصائص السيرة النبوية، وهذا الذي يفتقده العظماء والزعماء، هي المصداقية، لا كريديبيليتي، مصداقية. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، قدوة وين تروح؟ الفوق.
كاين واحد المؤلف مؤرخ امريكي واسمه مايكل هارت، الف كتاب سماه العظماء المئة او الخالدون المئة. هذا الكتاب هذا الذي اثار ضجة في العام وبيعت منه الملايين من النسخ، هذا الكتاب هذا دلوا مقاييس، دلوا معايير باش نخرجوا الاولاني. قال لك المعايير يجيبوا هذا المعايير تاع الاولاني، يجب ان يكون ناجحا في الجانب الديني والدنيوي والروحاني والجانب المادي والجانب الاجتماعي والجانب الفردي والجانب الحياتي والجانب الزوجي والجانب الأبوي والجانب التجاري والجانب الحكومة وجانب السلطة. ففرضت عليه السيرة النبوية وفرضت عليه شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه هو مسيحي ومتعصب للمسيحية ومات مسيحيا، فرض عليه أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو أول مرتبة، أول واحد رتبة في الكتاب هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نجح في جميع المجالات. وقد شهد بهذا الأعداء قبل الأصدقاء، شهد بهذا الأعداء قبل الأصدقاء. هذا دكتور نمساوي شبراك هول هذا يقول أن محمداً هو الإنسان الذي ينبغي على البشرية أن تفتخر لأنه ينتمي إليها، يعني يجب البشرية تفرح كي محمد صلى الله عليه وسلم مشنو من البشر، مفخرة لينا حنايا لما محمد صلى الله عليه وسلم من البشر. ولذلك يا إخوان كي ندخلوا في حياة الزعماء، غاندي تعرفوه، غاندي تاع الهند، كان يعني عنوان السلام والرحمة وغير ذلك، كان عنصريا، ما كانش يحب السود الأفارقة، وكان قاسيا على النساء. أفلاطون الذي كان رمز الفلسفة يقال أنه كان شاذا ومثليا، الذي ألف كتاب دعي القلق وابدأ الحياة مات منتحرا. فرويد كان يعيش نوبات من الاكتئاب، يعني تلقى ثغرات. أما محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن نفتخر به، نفتخر به، أن نفعل هذه القدوة على أبنائنا وشبابنا وفي حياتنا. أيضا أنه من خصائص السيرة النبوية، أنا نعيط شيخ مليحة، من خصائص السيرة النبوية أيضا الشمولية. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم شمل جميع الحياة، ما كانش هذاك العابد قال بودا، دوك اللي يتبعوا بودا، بودا في المعبد وراه يتبع ويجوا بودا بودا والروحانيات والسلام والتأمل وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات. غدوة كاين غزوة تلقى محمد صلى الله عليه وسلم هو الأولاني، بل كان الصحابة قال كان إذا حمي الوطيس كنا نحتمي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقى في التجارة، في التعامل، في السياسة، في 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 العبادة، في 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 الاتزان النفسي، في تعامله مع الأطفال، في تعامله مع زوجته، مع جيرانه، مع في جميع المجالات. السؤال أيضا الأخير، أين هو محمد من حياتك صلى الله عليه وسلم؟ نعطيك الآن مصحف، أقرأ لي المصحف تكمل، صلي، يبدأ تصلي، تعرف تصلي؟ ما تعرفش، لماذا؟ لأن صفة الصلاة أخذناها من عندي من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. تعرف تصوم؟ ما تعرفش تصوم. تعرف تزكي؟ ما تعرفش تزكي. تعرف تحج؟ ما تعرفش تحج. ولذلك بارك الله فيك، هذا انا او هذاك، لا لا خلاص بارك الله فيك، هذا خلاص خليك مطرح ردي عليه ولا هذا. لا لا معليش يا اخي. فالذي قال لماذا حصرنا، شوف لماذا حصرنا اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم غير في المجال العبادي، صلوا كما رأيتموني يصلي.
والإشكال يا إخوان حتى الصلاة ما مش نصلو كما هو. بارك الله فيك يا شيخ. حتى الصلاة نسقسيكم سؤال، أنت تصلي كما النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدق التفاصيل في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لنا، كيفاش ترفد يدك وترفد اللهنة ولا هنا ولا ترفد هكذايا، وين تحط هنا ولا تحط في كرشك، وبعد كي ترفد وبعد واش تقول. هذا الأمر أنت راك ديرو خمس مرات في اليوم مدة 30 سنة وانت تصلي، مدة 40 سنة. أنا الأول أنه توقفوا يا إنسان، أنت كيفاش راك تصلي؟ ميمونة تعرف ربي؟ ربي يعرف ميمونة، هكذا ماشي هكذا. علاش الإنسان يطور روحه في التراهم في التجارة؟ قال يودي لازم تكون آجور، تعرف الصرف كيفاش دوره وشحال وطالع هابط، لابورس تبع كل حاجة نتبعوها. كي تلحق أنت الجانب الديني الآن نلقاو روحنا باللي أنا قلبي بيض، بدون نهضروا غير على القلوب. كاين واقع الآن يفرض نفسه، فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قال لك صلوا كما رأيتموني أصلي، أيضا يجب أن نفهم أيضا أن نقتدي به ونقول في أنفسنا عاملوا أزواجكم كما كنت أعامل أزواجي، عاملوا أبناءكم كما كنت أعامل أبنائي، عاملوا جيرانكم كما كنت أعامل جيراني. هذا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. راح نروحوا من هذه الدنيا ومازال ما عرفناش هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربي احشرني مع نبي، يا ربي مع من؟ مع من انت تشتاق الى من لا تعرف؟ فالأسرة بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وواقعنا المعاصر. هيا ندخلوا دك الى جانب صغير من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه، مع ازواجه، ونشوفوا احنا كيفاش مع ازواجنا. ولازم نفهموا بلي احنا نحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما راحش نحكوا على الشخصيه تاعي ولا زعما انا كاش عامل، راح نحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لعل الكثير منكم ما يعجبوش الحال، كاين حوايج ما يعجبوش، ما يتوافقوش مع الله، مع كيما احنا نظمع، كيما احنا عاملين. هذه احنا عاملين هذه غير حطها عندك واسمع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. اول امر في خصائص اسره النبي صلى الله عليه وسلم هي البساطه. البساطة، ما معنى البساطة؟ البساطة هي وسط بين التكلف واللامبالاة. تكلف واللامبالاة، أن تكلف روحك أو لا تبالي، ما على بالكش بالدنيا، هي تلك البساطة. هذه البساطة قبل ما ندخل في الأسرة نحكو على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان بسيطا، كان بسيط النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت بسيط؟ هل أنت سامبل ساهل؟ المؤمن سهل لين، هذا هو الذي وصف أهل الجنة، أن يكون سهل لين. سهل المؤمن، ماشي صعيب، ماشي كومبليكي، ماشي معقد، ماشي حقودي يقعد شايد الحكايات ويقعد هكذا يراجع فيهم هذوك الحكايات باش ما ينساهمش. لا لا سهل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. دخل راجل حكم جمل ربطه ثم عقله وربط الله، ثم قال لهم، وهذا الحديث يعجبني بزاف شيخ حمزة لأنه فيه واحد اللمسة نفسية، أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ فقال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض، هذا الرجل الأبيض. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك، إلى آخر الحديث، والحديث رواه البخاري. دخل الرجل للمسجد يا إخوان، افهموا الصورة اللي حاب نلحقها باش ننطلقوا من البساطة. قال لهم: أيكم محمد؟ وش معناتها؟ من شدة بساطة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في وسط الغاشي عادي، حتى ما عرفوش السيد، ما عرفوش وراه النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كان لابس لبسة زعما هكذايا أنا نقعد. كاين ناس زعما تجي رايح زعما تحوس زعما رايح لكاش بلاصة، لو كان ما يركبش في لافون ما يجيش. العرس ما تعيطلوش 10 أيام قبل ما يجيكش، علاش خليتني مع الخر؟
والتعقيدات هذه التعقيدات نعم انسقانات نساهو ملي ورتونا هذا العقد هذا وما دوك نطيح عليهم مليح اليوم ونزهيهم ماشي طيح عليهم المرة بالك تشوف الفيديو ولا على قد شوي قدام شيخ اسمح لي برك وعشرين اي نقصة هذه خلاص معليش اليوم الله غنشدوكم شوية. البساطة أولا في تكوين الأسرة. عن سهل بن سعد الساعدي قال أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها، فقال له رجل، يعني كان رجل من الصحابة تماك، فقال له يا رسول الله زوجنيها. فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، إلى آخر الحديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وكذا لسور يعددها. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أملكناكها، يعني زوجناكها بما معك من القرآن. الحديث رواه البخاري. صحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها، زوج لي هذه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هل معك شيء؟ قالوا ما عندي والو. قالوا التمس ولو خاتما من حديد، اكرو نيميرويت ولا ديس سيد زوج وما عندوش ليكرو، سهله بولون فلاسي. قالوا زوجتكها بما معك من القران. النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعبد الرحمن بن عوف فوجد عليه صفرة، شكون تقدر حنا زعفران زعما كيما حنا هذا الوقت واحد يتزوج تلقى عنده البريه تعرف بلي هو تزوج. فقال له صلى الله عليه وسلم قال تزوجت يا رسول الله؟ قال على ما امهرتها؟ قال نواة من ذهب، يعني مد لها نواة من ذهب. ما قالوش كيفاش تمد لها نواة من ذهب، نورمالمون تمد لها حاجه هذه نواة من ذهب وخاتم من حديد. التكلف، شتوفوا البساطه، هذا هو البساطه. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش على وفق الحالة التي يكون عليها المرأة والحالة التي يكون عليها هو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أولم بوليمة فيها اللحم والخبز ودامت لأيام، كما في وليمة زينب التي كان الصحابة يأكلون وكان يدعون إليها الناس. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم بوليمة لا خبز فيها ولا لحم، إنما هو سمن وآقر، تقول حاجة بسيطة. وش معناتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حب يفهمنا باللي عيش حياتك، راك حاب حاجة ديرها على واش راك عايش، ما تعيش للناس. ولذلك الآن دوك يتخلعوا لي سيدي باتال مساكن، شوف المنطلق باش أنت تكون أسرة، الشوفة حق الشوفة، ومن بعد المهيبة، ومن بعد الخطبة، ومن بعد لابارور، ومن بعد ديك تجيب لها كبش بوكرون مع البصل واللفت والعسل والكرافس، وبعد الزواج وبعد الصالة وبعد مر الصالة عندك سبوع، وبعد سبوع كاين الربعين وكاين واحد التقاليد، وين راهي رايحة الحكاية؟ المشكلة ماهيش في هذا، رانا نحاربوا حنا في التقاليد، بصح كي يولوا التقاليد هما اللي يتحكموا فينا. إنسان راح شاف وحدة، يعني من القصص راح شاف وحدة عجباته ما شاء الله فرح وليد فاميليا عاقل، ومن بعد كي خرج قدام من بعد قالوا له لا ماناش قابلين. علاش؟ ما على بالوش مسكين باللي كيشوف لازم يمد. هو كان شافها لبرا، قال كي جا لي قلت له سمح تخلص باركينغ، طلعت من البارح شفتها برا باطل الصباح 400000 كيف كيف تسمع راهي داخله. فلما يولي هذا هو الاصل، يعني هذا هو الاصل، انه يعني حتى انه في واحد المجلس كنت مع ناس ثقه، يعني قال لي واحد المنطقه في الصحراء، قال لي حضرت واحد الفاتحه، الامام تاع الفاتحه بداوا يعددوا يعني الشروط، ومن بعد قال لهم الصوف، قالوا ولا مديت لها الصوف؟ قالوا ما مديت لهاش الصوف. قالوا ما لا والله ما ندير الفاتحه حتى تمد لها الصوف. تصور لما يولي العرف هو الذي يتحكم فينا. ولذلك الان انت الان قادر دير وليمه تاع 20 مليون، دير وليمه تاع 20 مليون. قدرت انت وربي يقدرك ولا باس بك درت وليمه تاع 100 مليون، دير وليمه تاع 100 مليون.
بصح ما ديرش وليمة تاع 100 مليون وانت عندك غير 20 مليون ودير ديونات وبعد الناس واش تقول ونسى يزيدوا يكبروا لك ولاله وبنتنا وعندنا وحده وهذا العرس الاول وتزيد تطلع تطلع. والله يا اخوان كاين ناس طلقوا على جال الديونات تاع العرس تزوج وبعد دخل في الديونات وبعد الناس ولات تعيط له وتطبطب له وبعد قال ما ربحتش عليك ملي دخلتي انت الدار وانا راني في المشاكل وبعد دخلوا في مشاكل وتلقوا تلقوا. لو كان تزوج ببساطه كان يمشي العرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دار وليمه بدون خبز ولا لحم. تقدر دير انت وليمه بالعدس عدس وشلاطه تقدر؟ ما نقدروش. ما واحد ما يقول لي نقدر ما تقدرش وتقعد تستنى حتى باباها يقول لك ما نقدرش ومع يتفارقوا. كاين ناس ربما المده هذه التي اطالت حياته ثم تطول المده فيتوقف العلاقه. ولذلك نحاولوا ان نبسطوا الاباء هذو ما كيجي تبسطش. اذا جاك انسان ما شاء الله وتشوف بلي هذا يهني بنتك بسط الامور ما تقولهاش نمدها باطل. شغل كاين افكار ورثناها خلاتنا كيما نقول لك حنا حتى وكان راني مرتاح. شفت انسان زعما شكون مرتاح زعما واحد يحب نسيبه بصح ما تقدرش لا لازم ما تضحكش معاه. علاش؟ سهلوا لازم تكون عندنا البساطه في تعاملنا مع حياتنا الزوجيه وبناء الاسره. بناء الاسره ابني الاسره ديالك ببساطه. ونريد ان نختصر الان حتى نتكلم عن جميع الامور. او ثانيا البساطه في تسيير الاسره. كيفاش تسير انت الاسره ديالك؟ عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني مجهود مجهود مع قمه الجوع فارسل الى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق قالت والذي بعثك بالحق ما عندي الا الماء. ثم ارسل الى الاخرى فقالت مثل ذلك يعني والذي بعثك بالحق ما عندنا الا الماء. فقال للضيف ما عندنا الا الماء. قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله. فانطلق به الى رحله فقال لامراته اكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايه هل عندك شيء؟ فقالت لا الا قوت صبياني عندي غير الماكله تاع الدراري. اسمح لي اسمح لنا اخونا الله غالب عندنا غير الماكله تاع الدراري يا عاود روح. هذا هو المنطق اللي نقدروا نفكروا به. شوفوا اللمسات هذا هو القدوه اللي انا حابين ندخلوا. هذو هما الدراما. ش دراما تحب تخدم دراما خدم صوره هكذا يا ميكي اي حاجه فيها هذه المواقف. فقال علليهم بشيء شغليهم بحاجه واذا ارادوا العشاء فنوميهم رقديهم واذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج طفي الكنكي هذاك طفيه كيكونوا حنا ناكلوا واليه انا ناكل بيني له بلي رانا ناكلوا. شكون اللي حطوا وحنا رانا المغرف انا ندير هكذا قرق زعما شكون ندير الصوت بصح واحد ما راهو ياكل لا هو لا هي لا حتى واحد. شكون هو ياكل برك؟ شكون؟ غير الضيف باش يشبع ضيف رسول الله. فقعدوا واكل الضيف وباتا طاويين معناتها رقدوا 200 بالشر. فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. الحديث متفق عليه. شفتوا لا؟ أرأيتم البساطة في تسيير الأسرة؟ بساطة جاء وش عندنا غير الماء قلتها من قبيل والله غير ما كان حتى واحد فيكم دوك في دارو عنده غير الماء. الماء ما زعما غير الماء ما كانش تلقى خذ مقارن تلقى حاجه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارو كان غير الماء وعنده شحال من مراه وكاع عيط لهم كاع قالوا له عندنا غير الماء. قالوا شي تبهديله وخلاص عندنا غير الماء. هذاك الصحابي لما ذهب الى لما خذا المبادره وقالوا انا يا رسول ما خافش من المراه ديالو ويضر المراه واش تقول؟ قالوا اسمعي وكاين واحد الضيف نجيبه. بول نتايا وين تقدر تعمل دوك هاي داع العيش ادخل والله غير تجي معايا دوك. ما نقدروش انا ما نقدرش.
زعما ما قدرت تقول لي ما نقدرش. لازم بروتوكولات وتعقيدات انقطعت به العلاقات. انقطعت العلاقات. شكون في بعض الأحيان في رمضان كنت ندير دروس هكذا ونقول لهم شكون عرض في رمضان؟ شكون شكون فيكم عرض؟ هاي عندكم ليتس علاضية، بارتيسيباتي، البيا، البيبي. سيد هاي روح ودارك وحدك، كي كانوا الضيق زوج بيوت وجيران كاع يدخلوا، هم الآباء تاعنا، هم ليك شيوخ البركة ديالنا. كاش ناضو تنوض انت تلقى جارك ياكل عند هذاك ياكل من وبالبساطه بطاطا شطحه ما فيهاش اللحم والو غير البساطه تاكل توكل. اما الان دوك شوف عايشين كل واحد وحده، خوك ماشي ما يعرفش دارك، اختك ما تعرضهاش لانه علاش بروتوكولات وتعقيدات وكذا. ورانا هكذا حتى السلام عليكم توفي اخو يبدا يبكي يا يما اختي. ولذلك انقذوا انفسكم، خلونا نتحرر من هذه العقد، من هذه الضوابط التي فعلناها لأنفسنا ولنكن بسطاء. البساطة ثالثا، البساطة في تحويل الأزمات. عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. دخل عند الزوجة ديالو عائشة رضي الله عنها قال هل عندك شيء؟ كاين حاجة ناكلوها؟ قالت له لا فإني صائم. ثم دخل مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فقالت ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيسن، يعني طعام هكذا. فقالت أرينيه فلقد أصبحت صائما فآكل. والحديث صحيح في صحيح مسلم. بساطة في تحويل الأزمات إلى الآن. الكثير منا الآن تدخل الدار وتلقاه مقلق، لماذا؟ لأنه المعايير تاعو، لأنه المعايير مرتفعة. تيليكومود لازم هنا، والبليغة هنا، ولازم العشاء على قداش يأذن، وعشرين نصلوا ثمانية، ثمانية كي يدخل على ثمانية في راسه بلي غير يدخل يلقى الطابلة واجدة، والمرأة لازم تقطع الخبز بالموس، ونسات قطعته بيدها قال رانا في سركاجي هنا وبدا يضرب. ومن بعد يقلب الطابله نسات يعني مشاكل. يجي لك بنادم يقول لك تلقت على جال عدس مسوس، دارته لي مسوس. قلت له انت بلا عدس تلق؟ تدلس تلق بالكروفات سبادون تلق بلا عدس، ما العدس بالكافيار يقعد عدس انت بلا عدس. لذلك ساعات الانسان يتحامق انت عدس. ولذلك لماذا نعظموا معايير طالعين؟ لذلك يجيك انسان يقول كان عندي القلق متقلق في الدار بزاف، لماذا؟ لانه انت انسان راك عايش درت معايير لنفسك وتطلع وتولي هذوك المعايير تعظمهم، وعندك تعقيدات في كل شيء، فتشعر بالاستحقاق. انت الان تشعر بالاستحقاق انه عندك حق لازم تديه. حتى في المسجد، في المسجد تدخل انت الدار تصلي هنا، تدخل تلقى واحد صلى لك هنا راح المغرب، علاش تحس بلي ذلك بلاصتك وتاعي هاد البلاص؟ شكون اللي قالك بلي تاعك؟ شكون اللي قالك بلي لازم انت كل يوم 8 لازم المراه تكون واجده؟ يصراو امور غير يعني غير محتمل، امور طارئه عادي. ولذلك لما انت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدخل وتعرف بلي النبي صلى الله عليه وسلم الاصل يا اخواني الاصل، لو كان حبوا نخمو بالفكر الدنيوي، انسان صباح ربي قال لمرته كاين ماكله تقول له ما كانش، واش يدير؟ اسمحوا لي على الكلمة، رانا في مقام لا يصلح أن نقول هذه الكلمة. ينافيغي يروح يبدا يحوس كيفاش نسلك، خاطش أنا إلا على الصباح ما كاش الماكلة، نزيد نصوم أنا وعلى المغرب لو كان ما كاش الماكلة على المغرب كاش ندير؟ حصلة. تسمى لازم من الصباح نبدا نحوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الله، ما كاش الماكلة دوك إذن فإني صائم. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كلا على المغرب، كلا على المغرب. وش كلا على المغرب؟ ببساطة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال وما اكلكم؟ قالت الاسودان، التمر والماء، التمر والماء، التمر والماء، التمر والماء، التمر والماء. دوك نعاودها لكم 60 مره ولا شحال، وتتقلقوا انتم. نقول لك لا لا، هذه كان ياكلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت الان لما يولي الانسان سعادته في بطنه، ولذلك يولي فرح مع الزيت. الزيت تاع 5 ليترات لقيتها وفرحان نهار كامل فرحان. حليب عطاني بزاف، قال لي انت 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 تصلي معانا ادي 10 وما فرحان ب 10 شكاير حليب.
لذلك وما تغير تلقاهم خسروا يزيد يطيح لك المورال خاش في خسر لك الحليب. واذا كان عايش ببطننا لازم نطلعوا المستوى، خليوا الغضب ديالنا عزيز، اجعل غضبك عزيزا، خلي القلق ديالك وزعفك عزيز، ازعف على حاجه، ازعف على معصيه، ازعف على مبادئ، اما طابت ما طابتش كلا تتجوز نمشي الامور. ولذلك الاسره ديالي تنمى وتكبر ونرفع المستوى الاسري. ايضا رابعا الغيره، عن انس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غيره النساء، وانا خيرت هذا الموضوع للناس اللي مزوج في دارهم مع يماه وزوج خواتاته ماشي مزوجين، راهم بداو يتنفسوا مثلا. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض النساء وهي عائشه رضي الله عنها، فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفه فيها طعام، فضربت عائشه رضي الله عنها ضربت الصحفه، النبي صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه. عائشه رضي الله عنها يعني كان في دور عائشه زوجه من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت شغل صحفه جفنه تاع طعام فيها الاكل، شدها الخادم، عائشه رضي الله عنها غارت غارت، واش دارت؟ ضربت الصحفه هذيك طيحتها في الارض وتقسمت على زوج، فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند الذي في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت وهي عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه البخاري. مشكل عائلي تقدر أنت تعيشه، وكيفاش أنت تتعامل معه؟ نتعامل معه بعقليتنا، ولذلك عندنا مشاكل. خلينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد يتعامل كيما ناض، كيفاش عامل، المقلق يتعامل مقلق، الكارم يتعامل كارم، كل واحد كيفاش. ولذلك ما الذي يرضاه الله عنك عز وجل في هذا الموقف، في مثل هذه المواقف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع ربه، موقف الذي نظهر فيه الرجولة، انت تجي شد صحفة، مرته ضربت له الصحفة طيحتها على زوج، يا بهدلتني قدام صحابي، صحابي وش يقولوا؟ صافي نبدا باكار، هذا انت يا انا يا بالك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع ربه، على باله بلي الغيرة وحدة غير من الأخرى، فهذا الموقف الذي فعلته عائشة كان بسبب الغيرة، غيرة النساء. فهذا الموقف موقف تاع رجول، النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا موقف تاع ضحك، غارت أمكم غارت أمكم، وباش احتراما لنفسيتها، على باله بلي مقلقة، ما قالهاش رفدي، رفدي أنت دوك الماكلة، على باله بلي حتزيدوا لنا، قالها هو الذي كان يحمل الصحفة والطعام، ولكن الموقف الشرعي ما هو؟ أن الصحفة جديدة تاعها، قال حبس الخادم وأعطاه الصحفة الجديدة لعائشة رضي الله عنها، لأنه علاش؟ هذا موقف شرعي، كسرتيه عمدا إذا تغرمي تضمني أنت الصحفة، وهذا موقف قد مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مشكلة زوجية اللي على جالها تلاقوا مشاكل وعيط لدارهم. لذلك الآن هذا ندخل الآن إلى حياتنا اليومية، نعود نولوا الواقع، وهذا هو درسنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ونولوا الواقع، واقعنا الآن. تزوجت أنت في داركم، تزوجت أنا مع يما وأختي واني في الدار، وعلاش عندنا هذا شغل مثلث برميدا؟ عجوزة لوسة عروسة والراجل في الوسط، لو تريونغ دو برميد أو في الوسط، واه هو الكبير، شغل تخاف. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ الكثير من المشاكل قد تبنى على الغيرة، وكثير منها ربما يكون الرجل هو السبب في ذلك. رجل تزوج انت يا مع داركم، وبعد يخرج يتعشى بصحتك، روح تعشى، وبعد يبدا يدير في ستوري بيتزا ميغا كذا كبيرة، ودارهم طيبوا البركوكس، وبعد يدخل يضحك، باينة بلي حيزعفوا عليك. وإلا في واحد الموقف تزوج شهرين من بعد شرى ماشينا لافي، وبعد طلعها للدار طيب ماه مشنفه مقلقه، بعد جاء قال لي شيخ، قلت له نسقسيك، الماشينه اللي اخترعوها شهرين مور عرسك،
طلعت الكلفه ها مامور العرس ديالك بشهرين رحت شريت تما شي نظام يا شريها من قبل كيفاش يماك انا كنت جيت يماك نزعف قلت له يماك 30 سنه فوق البوطاجي توصل بالبصاب والحجره كي تتزوج انت شهرين موراها تروح زعما تشري ماشين لافي باش تنقص تنقص دوك تنقص ولذلك في بعض الاحيان الانسان لا يعرف كيف يسير هذه الامور فعلينا ان نزيل هذه التراكمات هذه التراكمات اللي تخلي المراه زعما العروسه جايه تقول لك اللوسه سوسه مادام النساء راهم يسمعوا صافي تصور بلي مراه جايه في بالها العروسه هي تفكر بلي اللوسه سوسه والعجوزه مسمومه وبعد العجوزه تقول لك هذه انا عصروها مع الاول انا في الحرب هنايا انا في الحرب علاش لماذا لا نبسط حياتنا ونعيش ببساطه حتى انت كي تدخل وتلقى امور مبنيه على غيره الام الام هذه اللي كانت تشوف وليدها زعما تاعها وبعد جات وحده حبت تشاركها فيه فانت تفهم بلي هذه التصرفات تبنى على الحب تخلى ما تقلقش قال غارت امكم غارت امكم وتتخطى انت الكثير من العقبات التي تظنها مشاكل وهي والله ليست بمشاكل. خامسا حسن العشره هذه حسن العشره لازم نفهموها مليح لماذا؟ دوك نقول لكم علاش نفهموها مليح. سئلت عائشه رضي الله عنها قالت ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في اهله؟ قالت كانت يكون في مهنه اهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة حديث في صحيح الأدب والمفرد وفي مسند الإمام أحمد قالت كان يخدم نفسه ويحلب شاته ويرقع ثوبه ويخصف نعله وكان إذا حضرت الصلاة خرج إليها دون تأخير الآن يا إخوان أنا حابين نفهم واحد المفهوم هو مفهوم الرجولة هذا اللي لازم نفهموه قد مشكلتنا في الكثير من المفاهيم إن صح التعبير المشوهة المعتقدات المشوهة الآن لما إحنا بيننا وبينكم النصوص لما أنت تعرف بلي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو رئيس تاع دولة وحاكم وعنده مشاكل مع اليهود والكفار وضغط كبير سوى عائشة هي زوجته قال لها كيف النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قالت كان في مهنة أهله كان يعاون يخصف لعنه يحلب شاته يغسل يخيط ثوبه يخيط حوايجه يعاون المرأة ديالو انت طلعت صاحبك خرج لك بالطابلية قال لك عدو لي زوج طباسة بارك الله فيك خلاص نحيلتو النيميرو بلوكيه ما نقدرش نزيد ندور مع عباد كيما هادو علاش عندنا واحد المركب انه تعاون المراه ماشي راجل المراه تعطي لها صبعك واش نكملوا لي شويه تاكل لك يدك ضحكها نهار وبكيها شهر كي تقول لك اديني الضامه ما تديهاش ما تولفلهاش اديها نتايا برايك شوف هاد الدراري صغار تصور بلي حنا زعما هذا وليدي وحي يتزوج ونقول له بالك بالك تقول لها ايه طول لها لا 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 وهو حب يقول ايه باش يقول لك بابا قال لي لا لا هو يتعذب هو حب يقول ايه شكون ما كاش مشكل باش يقول ايه ارايتم هذه المركبات هذه لازم نفهموا بلي عندنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نفهم في المفاهيم قد يقول احدنا الان يقول لك واش الشيخ دوك انت حتى راك شغل تهضر بلي زعما ندخلوا نعاونوا ما واش هذا هو الباب اللي نحب نتكلم عليه اني حاب برك انت تتحرر من مفهوم الرجوله معناتها اذا مرتك راك تمشي وقالت لك المراه قاعده ولا عيانه وقالت لك جيب لي كاس ما انت حاب تجيب لها كاس ما بصح الا كنت تشوف باللي كي نجيب لها كاس ما انا ماشي راجل راك غلط تدخل الجنه بالكاس ما هذايا ولك في ذلك اجر ولك في ذلك اجر ولذلك هذه المفاهيم التي أذهبت الراحة والأريحية في حياتنا في سعادتنا الزوجية تلقى الراجل مع مرته هم قاعدين يشوفوه في التلفاز وبعد يشوف الأكتور زعما ويقلي في البيض والمرأة قاعدة هكذا ومن بعد هو داخل راسه ويقول شو لا بيل في معايشين وهي تقول لا بيل في معايشين وهو يشوف فيها وتشوف فيها تقول فيه كوبوي شكون حي يضربوا على انت ماكش قادر تقلي البيض حتى الناس اللي راهي ديرها هكذا ديرها اقتداء بالغرب اقتداء
تقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي كان يعين زوجته في الليل وفي الصباح يروح يجهد مع اليهود مع الكفار مع قريش، مع مشاكل كبار كان يواجههم وكل حاجة في المكان ديالها. ولذلك الآن في حياتنا اليومية شوف هذا المركب، نعطيكم هذا المركب كنت كلمت عليه مرة في إذاعة القرآن، قلت لهم أن الإنسان فرضا خوك ما يكونش الباذنجان معروف، أتزوج بعد 3 شهور 4 شهور جاء الدار لقيته ياكل باذنجان، راح خوك رحت لقيته قال لي ودي داتو ولا غير داتو، قلت لك ما خلاص خويا ربي يرحمه، علاش بالباذنجان؟ تما رحت له الرجوله ديالو بالباذنجان حكيتها ولا ياكل باذنجان، مرتو تاع طيب باذنجان خير من ما هرش فيها. ولذلك تلقاه مسكين حنا ما نضرناش هكذا ما نقدروش هكذا، وانت ويصرى صراع تاع اجيال صراع تاع افكار، المراه حبت تدير الراجل ما جيناش الحرب، حنا جينا نبنيو اسره ونكونوا اولاد ونعيشوا المكتوب تاعنا كما يقولوا ابائنا، تعيش المكتوب ديالك باريحيه ويرضى الله عز وجل عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنانير ثلاثه، دينار تنفقه على يتيم ودينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه على اهلك، وافضل الدنانير دينار تنفقه على اهلك. انت شت الدينار انت تشري فريزه دوكا تلقى من الاخر تشريها تنوي باش نفرح انا ولادي ومرتي، عندك اجر ولك في ذلك اجر. ولذلك لما الانسان يكون يمشي بهذه المفاهيم يلقى روحه باللي معايير الرجوله في حياته لا تبنى على تلك المظهريه، على انه تعيط وتضرب. اذا ولينا في الرجوله يا اخوان، الراجل هذا اعطاك بنته امانه ربها شحال ويربي فيها وعطاها لك، كي انت تديها له تضربها لاتفه الاسباب، هذه رجوله؟ ماهيش رجوله، ليست من الرجوله. اذا الرجوله ان تحافظ على الامانه وان تحسن الى هذه الامانه. نعم اذان بارك الله فيك، من ساعه جبتهم هذه الهضره. سادسا صاجتني صعيبة، سادسا على بالك صاجتني صعيبة ما عليش نقولها وخلاص، هبطوا راسكم الثقة. الحب ليك الحب يا كي اللي يبدأ يهبط راسه. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة
قال من الرجال؟ قال أبوها. حديث في صحيح ابن ماجه. انظروا إلى بساطة النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الذي كان يئد المرأة، يعني الطفلة المولودة كانوا يئدونها يدفنوها. انظروا إلى تلك البساطة وإلى ذلك التعبير وإلى تلك الصراحة. صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، يقول يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال لا لا من الرجال، قال أبوها. مش مين؟ قال أبو بكر الصديق. زاد قال لك باباها. فنحتاج إلى التعبير يا إخوان، ما نعبروش. والله غير بالك نتوقف في هذه النقطة يا إخوان، راح نشرحها لكم مليح. أنقذوا مشاعركم. المشاعر يا إخوان، المشاعر تنقسم إلى قسمين، العاطفة وإلى التعبير. عندها مركبين، فيها العاطفة وفيها مركب التعبير. إحنا الآن عندنا العاطفة، بصح التعبير لاكوندويت تاع التعبير فيها الكالكار، تقتل طق طق والو، ما كانش ما نخرجوش ما نعبروش، لا نعبر حتى لآبائنا، باباك يماك. والله ما رأيت تقبيل الرأس والقدمين بأكثر ما رأيته في لامورك في المغسلة. يجي بنادم يبدا يبوس فراس يما يا يما، وبعد غير يموت يبدا يبكي. روحوا الفيسبوك احكم، ادخلوا صفحات فيسبوك، والله غير تلقى ابي الغالي الذي لا انساه رحمه الله، امي رحمها الله، زوج اللي تلقاه يعبر عن المشاعر عرف باللي مات. ولذلك اصبحت مشاعرنا تخرج وين؟ في المستشفيات والجنائز بعد فوات الاوان. بعد فوات الاوان شوف الناس اللي ماتلو باباه ولا يماه، قل له دوك نرجع لك يماك وباباك، يدير حاله يبوسها يعنق يدير كل يقولها كلش. لكن درك حاليا انت الان هل تعبر؟ هل تخرج ما في صدرك الان من الحب في علاقتنا في اخطائنا؟ تسامح، قال انا نطلب سمح، نقول سمح لي غلطت، انا نقول سمح لي. علاش راك مخليش وراح نعيشوا 2000 سنه؟ علاش راك مخلي باباك راح يروح وانت عمرك لبست له راسه؟ علاش ما والفناش ما نضناش هكذا؟ كان واحد الطفل مره دخل للمستشفى، داروا له الجبس، داروا له البلاط، ريح شهر الجيل الفاميليا يزوروه، الجيران الناس قاعد تحبوه. لما جاء الطبيب باش ينحيلو البلاط بدا يبكي، قال له ما تنحيهوليش، تعاود ترجعني كيما كنت بكري، نقعد بالبلاط. يعني عايش انا بالبلاط، خرجنا المشاعر، خرجوا المشاعر بالبلاط. ولذلك الان الان اللي عنده والديه اللي عنده في حياته، عباك من قوه تسمحوا لي نكون اكثر صراحه، يعني من قوه ليش ولينا نحشموا، اني حشما نقول الزوجه ديالك زعما نقول لك نحبها، يقدر يقاطعوا لي عباد تحت يقول لها دقيقه غادي تاع نحبها واش بيك. لذلك اخرجوا مشاعركم، خرجوا المشاعر. مره واحد قال اشركوا يعني ابنائكم في سلمكم كما تشركونهم في حربكم. ما انتهى انت شتكي انت يا احنا لماذا؟ لاننا نشوف تربينا نقدر نقولوا احنا على العنف، واني نهضر انا كمختص نفسي هذا المجال ديالي، عنف كبير انا نعيشوا فيه، كبت كبير انا نعيشوه. الانسان والله يملك القوه باش يقول لمرتو يا البقره كرمكم الله يا الحمار، عنده القوه يقول لك انا تخلقني نقولها لها. معليش قلت له مره واحد، قلت له كي تكون مليح والمراه دارت لك حاجه مليحه قلها يا الغزاله يا كاع حيوانات، قلها يا الحمامه. وقال لي ما نقدرش. كيفاش بقره حمارة تقدر؟ بصح غزاله وحديقه الحيوانات ما تقدرش. شفت كيفاش مشكله؟ وتصور وانت تتربى ولادك يتربوا هكذا، يتربوا انه يتربى على كلام طيب، يتربى انه يقدر يسمع كلام انت تقوله لمرتك. هذا الامر اصبحنا لا نرى المشاعر الا بعد فوات الاوان. سابعا انا اختصرت هذه المشكله تاع الحب، اختصرتها لانه كاينه وحده دوك اكثر منها، الرومانسيه. نحب سواق الشيخ. واحد المره واحد قال لي كنا مخلطين، قال لي كنت مع بابا تسمى وكان قلت لي بابا ما يجي، قلت له شنو نحكيو؟ انا كل احاديث خلطين هنايا. قال لي كنا مخلطين وطيحتنا القدر. عن عائشه رضي الله عنها قالت
كنت أشرب من القدح وأنا حائض، حائض سطر تحتها، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تشرب عائشة وهي حائض، على بالكم اليهود إلى الحد الآن هما في وقت وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إلى الآن مؤخرا واحد الصديق الآن قال لي شفت واحد الشريط هكذا دوكيمونتير شافوا على اليهود كيفاش يتعاملوا مع الحائض. المرأة كي تكون حائض يلبسوا لها قفازين ويخلوها في بيت وحدها، معناتها مام كي تسربي تسربي بالقفازين وما يدنوش ليها. لا 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 الحائض اش والمريضة كورونا بارك الله فيك هكذاك، فيتعاملوا معها هكذا، عندهم فكرة على الحائض أنها نجس وما تدنوش ليها، يغلقوا عليها. ففي المدينة كانوا الحائض كانوا يغلقوا عليها، كانوا المرأة لما يجيها الحيض تغلق عليها في بيت ويخلوها مدة الحيض وبعد تخرج. هذا هو التعامل اليهود مع الله، وهذا الأمر زيدوا بحثوا عليه وتلقاوه أنتم في هذا المجال. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت كنت أناول النبي صلى الله عليه وسلم القدح، هذا أناوله القدحة فتشرب فيضع فاه موضع في كي كانت تعطيله يقولها وين شربتي شربتي منا، يعاود يشرب منا يا رومانسية يا هاوي يضحك الولد ها ديرها مع مرتك كي تكبر وليد. وأتعرق من العرق، يعني شغل كانت تكدد اللحم، وأنا حاحض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في تكدد تعطيله زيد يكدد مين كانت تكدد. الحديث في صحيح النسائي. يعني انظروا احنا نحبين نتكلموا على هذه النقاط باش نبينوا باللي الدين تاعنا دين فيه الحب فيه الرومان. لماذا هذه كنت تكلمتها في لما ضربت الزلزله في 2003 في مسجد النصر باب الود، كنت ندير دروس هكذا في هذاك الوقت، فتكلمت عن الحب في الحياه الزوجيه. قلت لهم لماذا يدخل لماذا يخرج الحب من النافذة إذا دخل الزواج من الباب؟ لماذا يحكم على الرومانسية بالإعدام إذا أمضى الزوج عقد الزواج؟ كي يخرج عقد الزواج يبدأ يخرج شهادة الوفاة تاع الرومانسية. وإلا واقعنا أنا نكون أكثر واقعية. قلت لهم الآن في السيارة نعرف أنا هذا مزوج ولا ماشي مزوج. إلا ماشي مزوج المرأة تقعد هكذا، إلا مزوجة هكذا تبع القبلة. كونوا يمشوا تعرف هذا مزوج ماشي مزوج. كون هذا ولذلك الإنسان في حياته يعيش الحلال في حياته، أن يعيش الحلال في حياته، استمتع بحياتك الزوجية وأنت مأجور في ذلك. ثامنا حلوا المشاكل العائلية. هاي الآباء دوك اللي عندهم بناتهم زوجين ودار وحو تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحل المشاكل الزوجية. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين هو ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فجاءه المسجد وهو راقد قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. الحديث رواه البخاري عن سهل الساعدي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم متولوا كاع أولاده، كانوا عنده ستة متولوا كاع كلهم دفنهم بيديه، البنات والولاد. قعدت له فاطمة عشت بعده كم شحال ستة أشهر بارك الله فيكم. فطفلة واحدة منطقيا كي تكون عندك طفلة غير واحدة وش يصرى تولي تزعف، زعما واحد اللي يدنا ليها أنا بنتي واحد ما يدنا ليها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد عليا، علي وش يكون لفاطمة وليد عمها. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك في وجه فاطمة أنه كاين مشكل. شوفوا لابسيكولوجي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حكيما. كي دخل عرف بلي كاين مشكل مع فاطمه، واش قال لها؟ اين هو ابن عمك؟ حب يفكرها بلي هذا ماشي راجل كبر او ولد عمك. قامت تسمى قالها ورا ولد عمك باش يطلع لها ويدخل لها بلي هذا ولد عمك ما نسمحوش فيه.
فاطمة والدها هو محمد صلى الله عليه وسلم. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندي نقطة وليل السطر. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وشنو هذه الحاجة؟ ما قالهاش، ما قالتلوش. قالت له كان بيني وبين رجلي واحد الحاجة شغل زعفنا. قالها ما نقعدش عندك، نروح نرقد في الجامع. خلاص الحكاية، اغلق الملف، اغلق الملف. ولذلك الآن من أكبر الضرر الآن في تسريع الطلاق وفي تضخيم المشكلة ما هو؟ تلك التدخلات الخارجية في دقيقة شغل صامي يجي قبل الأمبيرونس، يجي لك قبل من الأمبيرونس، يلحق للدار. مشكل صغير يجو يصدموا باباها دارهم خاوتها العواطف ويضربوا ويديروا ويكسروا. هو مشكل والله كما كنت أقول لهم، المناعة الزوجية، المناعة خليوا المناعة الزوجية تاع أولادكم. المناعة كيفاش تجي المناعة؟ بنادم أو يسعل، ماشي غير يسعل تشري له أنتيبيوتيك، خليه يسعل، خليه يخدم المناعة ديالو، لعلو تروح الحمى يخلق لك ثلاث أيام وبعد ما تمديه للطبيب. ولذلك خليوا المناعة الزوجية تاع الأبناء، خلي الراجل يتعارف مع مرته يداوسوا، خليهم يداوسوا اليوم غدوا بعد أب أم يتلونجاو. ولذلك كاين بعض المشاكل مرة واحد مع زوجته وهو يعني في علاقة جيدة، صراو مشكل ضربها في صرات غلطة. المهم ألو أو دالي صدموا دارهم وبعد لاباكار كسروا نواضروا دير قفلة راح كلش. بعد أيام من بعد المشاكل ودار الشراع والنفاقة جاو شيخ كيفاش 60 مليون تاع النفاقة والمشاكل هذوك. قلت له على بالك 60 مليون هذو شكون جابتها لك؟ قال لي شكون؟ قلت له 1000 فرنك تاع الفليكسي. وكما فليكسي تلاش هذاك النهار هاك مليح. وخاش من بعدها بدا يتكلم مع الزوجة ديالو، خلاص أنا حابين نولو، بصح المشكل كبر، خلاص كبر خرج عن نطاقه. ولذلك والدينا والدينا لماذا الآن المناعة الزوجية تاعهم كانت طالعة؟ كان الراجل مع مرته يعيش تلقاهم يداوسوا ويداوسوا ويمشوا بعد يعودوا يضحكوا ويعودوا يداوسوا ويعودوا يضحكوا باش يجي باباها. حكاية حكاية باش يلحق باباها، يجي زعما يجي باباها وعمها من البلاد ويجوا باش يجوا يدخلوا روحهم في مشكل. لازم يكون مشكل كبير. حنا دوكا من شدة أنه لا تكنولوجي، هذه التكنولوجي هذه التي أسأنا استخدامها، ولينا بنادم ما معيش وحده بصح مع ضرهم. هو وعيش وحده زعما وعيش بوينان وين تروح وعيش وحده بصح يماها وختها معيشين معاك، وفي بعض الأحيان الزوج أيضا دارهم ما عايشين معاك، هي ما عندها حتى واحد بصح هي على بالها تعرف كل صغيرة وكبيرة. إذا كل أمر بالتيليكوموند زيد ونقص. ولذلك اجتنبوا هذه التدخلات الخارجية، خلي ما تدخل في جميع دقائق الأمور، خلي بعض الأحيان تجاوز عن الأمر. ونختم بهذا لأن الأمر يطول، عدم الدخول في الخلافات النسائية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، صفية كانت يهودية زوجته صفية بنت حيي، فوجدها تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت حفصة اللي هي زوجة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت حفصة تقول عني يا ابنة اليهود. فقال لها شوف ما تخش في سوقنسا، فقال لها قولي لها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. حديث أخرجه الترمذي. قولي لها زوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى. أخرج الملف. ولذلك يجب أن نتحرر من هذا، من هذه الدخول في دور المرأة. في بعض الأحيان يدخل الراجل شغل رفايات طرين 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 ويخرج للصالون يبدأ يداوس والله يعاود يولي تعمار، يبدأ يتعمر ويصوني. قال عمراته ساعة يصوني يداوس ساعة ومن بعد يعاود يقول زيد لي شوية، زيد له شوية يعاود يزيد يروح يداوس. علاش عليك؟ لا تدخل في الخلافات النسائية. ولذلك الآن أي نتكلموا، ربما درنا على صلة الرحم واحد المرة، هاي نتكلموا على صلة الرحم، احكي لي راح احكي لي هاي شكون؟ شكون ما عندوش مشكل عائلي في الدار تاع ما يتهضروش؟ احكي لي المشكل وشنو؟ ما هناليش، ما عيطليش، ما جانيش، ما زارنيش، والله غير هادو هما المشاكل، أنا عايشهم، هادو هما المشاكل،
ما قال ليش ما عزانيش ما دليش كادو مليح ورانا غير نطلعوا ذوك السيجيا بالباك كل حاجة راهي تمشي نتقاطع لأننا ندخلوا أحكم أنت الراجل تاع زمان نحكو ذوك معانا الراجل تاع زمان يجي لك يقول لك تقول له اش ممكن تهضر مع أخوك تما ماشي خاطر لا ديال كي عطاوني ما جاب لي سكور حجرة وهي ماما يجيب لي العسل حرة في حاجة من هذه تقاطع أنت مع أخوك وما تهضرش معاه يوم القيامة تدخل جهنم بسكر حجرة باش تدخل لذلك الإنسان يطلع على مستوى حكم مرتي تقول لك أختك يماك داركم وبتبدأ تضارب وتقول لك عندي مشاكل قولي جات مرتك قالت لك نعم يقولوا لي ما تعرفش طيب أنت جبت الحديث هذا قلت صح عدم الدخول في الخلافات النزاعية عم يقولوا لك أنا نقول لك روحي قولي لهم قولي لهم سبحان رمضان يا خنا طيب تكليتو كاع عندي في رمضان ها كيفاش كنتو تاكلوا في رمضان وتزيدوا ومن بعد انا اللي خرجت كي نخرج ما نروحش عندي يما نقولها اسمعي كيفاش تقولوا لها نتوما ما تعرفش طيب تقول لك هاويصوني اروحي اروح هاويصوني الرباي يعني الانسان يقول لك عندنا مشاكل فحسن اداره هذه الحياه الزوجيه وهناك امور اخرى ان شاء الله تكون مناسبه وكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناته كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده نختم بأننا يجب أن نقتدي يجب أن نتعرف على نبينا هيا ندخلوا نحوسوا دقائق الأمور الشباب الآن حوسوا وتحوسوا على الرجولة أروحوا تشوفوا الرجولة تاع محمد صلى الله عليه وسلم تنبهر كان يصروا أحداث في المدينة يلقوا معد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ولاني اللي راح شافوا الصرا كاش يخاف النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاع ولذلك احنا أبسط حاجة قد يقول لك واحد ما قريت ما كاش منها والله ما كاش منها أرانا نكذب على أنفسنا الناس اللي تربين مقانن يقول لك تيواواطي سيبراتي يعرف مليح المقانن تاع القادوس هذا مروكي وهذا كدا وبعد الناس اللي تربين لحمة الأسماك يقول لك هذه باديشة وكي تكبر تولي ميرو وهذا كي يولي الأخر وهذا بوخانة ويعرف السردين تعرف هادو قاعيتك ومن بعد كي نحقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول لي انا ما قريت ما نعرفش العربيه مليح تعرفتي وواطي مليح دوك تخلوني نهضر ما نحبس على بالك نسال الله عز وجل ان يوفقنا ان لا نظلم نبينا حسيت بلي شغل انا عندنا كنز على بالك وكان نجيبوا الاقوال تاع غاندي تاع فلان الناس العظماء كاش كانوا يحكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا ودي عندكم كنز كبير كم ضيعينه احنا راح نخرجوا من الدنيا خلاص شحال قاعد انا في الخرجه ما راناش في الدخله راح تخرج مازال ما نعرف والو ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في تجارتنا في تعاملنا في اخلاقنا في تعاملنا مع جيراننا كل واحد فينا حتى كي تتلاقى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتاق الى رؤيتك النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابه اشتاق الى رؤيتنا قال اخواني قالوا اوليسنا اخوانك قال إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني أنت باش تؤمن بواحد تعرفه وتحبه وأين هو الحب فيجب أن نفتح هذا الباب وأن نتعلم سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعذرة على الإطالة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك جزا الله عز وجل خيرا الشيخ محمد حفظه الله أن تعالى ونفعنا وبين لنا إن شاء الله تكون هذه الكلمات خرجت إن شاء الله من القلب تصل إلى القلب وينتفع بها إخواننا الله المضحص جدا هذا والحكاية كامل راهي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فإحنا إن شاء الله كنا درناها في مسجدنا هذا في 70 درس كي جديد أنا وإن شاء الله أنا معولين إن شاء الله نعودها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان كان حاجة باش نختمه احنا كثير من الناس كي نتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه تبادر الى الده رسول الله عليه الصلاه والسلام صح هو رسول الله صح هذا رسول الله عبد بلي هذا كان زوج كان اب كان ابن كان اخ كان حاكم كان واحد من المجتمع كان جار هذو كاع كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش نبي فقط يعني كيفاش كان هذا النبي جار كيف كان ابا كيف كان اخا كيف كان زوجا بهذه الامور نحبه على لأنه محال تحب النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تعرفه ولا سبيل إلى معرفته إلا بدراسة سيرته فإذا درسناه عرفناه فإذا عرفناه أحببناه فإذا أحببناه اتبعناه هذا إن شاء الله تعالى ونشكر الشيخ محمد جزيلا الشكر الله يجزيه خير يعني انفعنا ومتعنا وأنتم كذلك أيها الحضور المبارك
جزاكم الله خيرا صبرتم معنا، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن قيل لهم قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات، والنساء كذلك الأخوات الأمهات جزاهن الله خيرا. بارك الله فيكم، السلام عليكم.